صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين، أول يوم في هذا الأسبوع. دائما دائما لازم نتفائل بالبدايات، بداية الأسبوع، بداية الشهر، بداية أول يوم في دوام، أول يوم في جامعة. دائما نتفائل بالبدايات ودائما نأمل أن تكون بداية جميلة، بداية إيجابية، بداية حلوة نحقق فيها اللي احنا نبغاه، يكون يومنا جميل. وبالعادة نحب يوم الاثنين، نحس شي الدنيا شي كانت نش من بعد الويك اند الجميل يكون والطويل، يعني يكون في شي الدنيا شي تنش والشمس حتى حس لونها غير يوم الاثنين، يمكن عشان احب يوم الاثنين. فنصبح عليكم هذا اليوم الجميل، كم رقد جميل انا من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة على مدى تقريبا ساعة إذاعية ندردش فيها على المواضيع الصحية اللي تهمكم، نستقبل فيها ضيوف يناقشون مواضيع صحية، خلينا نقول ساخنة اللي انتم تطلبونها أو اللي تكون مواضيع على الساحة ويكون وايد عليها أسئلة، وايد عليها يعني كلام، فنستضيف الضيوف المميزين. ومثل ما تعودتوا دائما في صحة وسعادة يكون عندنا فقرات مميزة، أو الفقرة دائما تكون الخبر أو الدراسة، بعدين يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا اللي تكون معنا أسماء الجناحي اللي تقول لكم جديد السوشيال ميديا، وبعدين يكون عندنا فقرة التغذية المفضلة لدى الجميع. فقرة التغذية اليوم تقول بتكون عن الأطعمة الصحية للأطفال أثناء السفر. طبعا هذا هو الموضوع الساخن الحين، ما شاء الله موسم سفر، وايد مدارس خلصها والناس ما شاء الله بدأت تسافر، فيمكن يعني شوية الأمهات تحاتي موضوع طعام الأطفال في السفر. أنا عن نفسي أحاتي طعام الأطفال في المطار، السفر هناك أحس أهون في الطيارة والمطار، ما يعيبهم أي شيء. وبعدين آخر فقرة بنتكلم عن الإنجاز الذي حققته هيئة الصحة بدبي بفوزها براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. خلونا نروح أول شيء إلى الخبر. شو يقول الخبر اليوم أو الدراسة؟ دراسة تكشف علاقة مشاكل البصر بإصابة المسنين بالخرف. كشفت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يعانون من حالات بصرية غير معالجة أكثر العرضة للإصابة بالخرف. تسلط نتائج الدراسة المنشورة في مجلة Aging and Mental Health، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث لفحص تأثير تصحيح مشاكل البصر لدى كبار السن، على سبيل المثال تصحيحها باستخدام النظارات أو الجراحة لمنع المشاكل المعرفية والمرض العقلي اللي هو الخرف. تعد هذه الدراسة التي قام بها علماء في جامعة بكين من أول الدراسات التي تقيم العلاقة بين مشاكل البصر والنتائج المعرفية لدى كبار السن. تشير التقديرات على سبيل المثال إلى أن ما يقرب من 1,000,000 شخص يعانون من الخرف في المملكة المتحدة، من المقرر أن يزداد هذا العدد خلال العقود القليلة القادمة مع تقدم العمر، وأنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى 1.6 مليون، وقد تتضاعف تكلفة الخرف تقريبا في نفس الإطار الزمني، هو تكلفة العلاج من 25 مليار جنيه استرليني اليوم إلى 47 مليار جنيه استرليني في عام 2050. وبحسب الخبراء لهذا المرض تأثير مدمر على حياة الناس، ومع تقدم مرضهم سيعانون من فقدان الذاكرة وتغيرات في شخصيتهم وسلوكهم، في النهاية سيصبحون معتمدين كليا على الآخرين في رعايتهم. فعلا هذه أول مرة أقرأ الدراسة، دراسة نوعية يعني جديدة في نوعها. مثل ما قلت دائما نقول احنا دائما نركز الطب بشكل عام حول العالم دائما يركز على موضوع الوقاية، لأن العلاج نفسه يكون جدا مكلف، لكن دائما الوقاية مهما كلفت فإنها لا تساوي كلفة العلاج. فهذه الدراسة بشكل مختصر تحاول تربط بين إذا كبير السن كان عنده مشاكل في النظر، ضعف النظر، ماي أبيض، أي كانت مشاكل النظر اللي عنده، مدى ارتباط
عدم تصحيح هذه المشاكل. وتشوف الدراسة ذكرت أن حتى التصحيح بالنظارات، يعني مو شرط جراحة فقط، لكن تصحيح هذه المشكلة بالنظارات أو بالجراحة حسب الحالة الصحية قد يتزامن مع تقليل خطر الإصابة بالخرف. فشيء ممكن إحنا ما نحط ببالنا يعني شو علاقة النظر بالخرف، لكن أتوقع في النهاية لأن مراكز الدماغ اللي موجودة مرتبطة ببعضها، مراكز الخرف، مراكز الذاكرة، مركز الحركة، مركز النظر وغيره وغيره، هي عبارة عن شبكة معقدة من الأعصاب مرتبطة ببعضها، فالربط بينهم يساعد على الكشف المبكر للحماية من ما نقول حماية 100% من الإصابة بالخرف، لأنه صعب جدا نحمي 100%، لكن خلينا نقول تقليل خطر الإصابة وتقليل تدهور الحالة الصحية. يعني في ناس يكون عندهم نسبة من الخرف، الخرف ترى حتى درجات أو هناك حدة مختلفة للخرف، مو كل الناس عندهم نفس الحدة. ف يعني نتفادى أن الواحد يروح يكون عنده الخرف الشديد اللي يخلي ما يعرف وينه قاعد ومن عياله، ما يعرف تكرمه يروح الحمام، يكون في بداياته نمنع تدهور الحالة الصحية. مثل ما نشوف ما شاء الله العلم كل يوم يتطور والطب دائما يتطور، المرض اليوم ما له علاج، باكر تلاقون له علاج، تلاقون ورا باكر يطلع مو بس علاج، لكن هناك أداة للكشف المبكر قبل لا تطلع أي أعراض على الشخص. ومن الدراسة راح نروح إلى السوشيال ميديا. مثل ما تعودنا دائما أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة بدبي تقول لنا جديد السوشيال ميديا خلال إجازة نهاية الأسبوع اللي فاتت. صباح الخير يا أسماء. صبحكم الله بالنور، السرور عليكم دكتورة وعلى كل متابعين إذاعة نور الزين. حياك الله يا أسماء، وحثينا ما هو جديد السوشيال ميديا خلال عطلة نهاية الأسبوع. طبعا في مجموعة من الأشياء، لكن نبدأ فيها في خدمات مستشفى دبي. هناك من التعميم كان طالع في عطلة نهاية الأسبوع بأن ويقول التالي: نوجه عناية الساده المتعاملين بأنه سيتم نقل بعض خدمات وتخصصات العيادات الخارجية في مستشفى دبي من الموقع الحالي إلى الموقع الجديد. اللي يروحون مستشفى دبي بيشوفون في مبنى جديد كان يبنونه، هذا هو المبنى الخاص بالعيادات الخارجية. فبعض التخصصات اللي تم نقلها من المستشفى إلى المبنى العيادات الخارجية الجديد هي المناعة والحساسية، الجراحة العامة، التخدير، الأورام، أمراض القلب والصدر والغدد الصماء. أيضا من ضمن التعميم كان أنه كان في مثل تنويه أن المبنى الجديد أنه قد يكون هناك تغيير في بعض المواعيد، وسيتم إبلاغكم بأي تحديث من على الموعد الطبي من خلال رسائل نصيه القصير. لذلك نحن الأشخاص أو المتعاملين مع مستشفى دبي أو العيادات الخارجية ننصحهم أنهم يشوفون الرسائل النصية القصيرة ويتحققون منها بخصوص مواعيدهم القادمة. كل التغييرات راح توصلهم رسالة نصية قصيرة بإذن الله، سواء على الموقع والتوقيت أو اليوم. لذلك ننصحهم أنهم يشوفون الرسائل النصية. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها أن حملة نبضات اللي هي المبادرة هاي اللي الخاصة بعلاج مرضى التشوهات الخلقية بالقلب للأطفال والكبار، الحين هم موجودين في موريتانيا، وتعتبر هاي الحملة رقم 45، وحاليا هي أكبر خدمة أو أكبر حملة علاجية تنفذها مبادرة نبضات من أطلاقها اللي كان في عام 2012. وهذا هاي المبادرة تطلقها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالم للأعمال الخيرية والإنسانية بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي. أيضا من الأشياء الحلوة اللي صارت اللي هو فوز هيئة الصحة بدبي برائد حمدان محمد للخدمات الحكومية الذكية عن مبادرة درع دبي الصحي، وتفاصيلها كلها موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي. لذلك احنا ننصح الجميع انهم يتابعون التحديثات خصوصا الخاصة حاليا بمستشفى دبي وتحديث نقل الخدمات، يتابعونا لان نحن نحط التحديثات اول باول في قنوات التواصل الاجتماعي. ونذكر بقنوات التواصل الاجتماعي هي اللي يكون فيها تحديثات بشكل مستمر، هي ثلاث قنوات رئيسية اللي هي انستغرام وتويتر على DHA_Dubai وفي فيسبوك دبي هيلث أوثوريتي. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساش دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. مثل ما ذكرت أسماء اللي هو فوز هيئة الصحة
بدبي برائد برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وهو موضوع سنتحدث عنه إن شاء الله في الفقرة الأخيرة من برنامج صحة وسعادة. راح نروح فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل بتكون عندنا فقرة التغذية، أريد أذكركم هي بيكون موضوعها الأطعمة الصحية للأطفال أثناء السفر، وموضوع مهم جدا بما أنه مثل ما قلنا حين موسم سفر وممكن ما تحتاج شو ممكن عياله بيأكلون. فإذا عندكم أي أسئلة تواصلوا معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006. فاصل ونواصل. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل ان الفقرة الحين تكون فقرة التغذية، وطبعا يتواصل حديثنا عن الغذاء والصيف دائما، ومع العطلة الصيفية تبدأ الرحلات ويبدأ موسم السفر، ويدور في الذهن أسئلة كثيرة حول الأطعمة الصحية للأطفال أثناء السفر. بنتعرف عن هذا الموضوع من خلال ضيفة برنامجنا الأستاذة سهى نوفل، أخصائية تغذية سريرية أولى في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة سهى. صباح النور والسرور. صباح النور، أهلا فيك في صحة وسعادة. هلا حبيبتي، هلا دكتورة، يسعد صباحك، صباح جميع مستمعينا. وصباحك حبيبتي. نبتدي أول شيء طبعا مع الصيف والحر وجونا احنا فعلا جدا حار، نبتدي نتكلم بشكل عام عن أهمية التدقيق في نوعية الطعام وصلاحيته خلال فترة الصيف، ونعرج بعدين سريعا على طعمة الأطفال على وجه التحديد، وكيف نتفادى أن تتأثر طعمة الأطفال بارتفاع درجات الحرارة، خصوصا اللي بيشيلوا الأكل معهم في السفر. بالتأكيد زي ما تفضلتي دكتورتنا، حاليا زي ما احنا شايفين بالصيف الحرارة عندنا زيادة، رطوبة زيادة، فهاي الأجواء الرطوبة والحرارة العالية بتكون البيئة المناسبة للتكاثر وزيادة البكتيريا والفطريات بشكل يعني أكثر من أي موسم آخر. لما تكثر عندي هاي بتكون الناس بشكل عام مش بس الأطفال، الجميع عرضة للتسممات الغذائية، للنزلات المعوية، وخاصة الناس اللي عندها شوي ضعف بالمناعة، كبار السن، الحوامل، هدول الأطفال، هدول غير عن أكثر فئات بتكون عرضة أنهم يتحسسوا من أي خلل موجود أو أي بكتيريا زيادة، أي فطريات في الأطعمة. فلو بدنا نحكي على الأم أهمية، خاصة إحنا بنحكي الأم لأنها هي أكثر شخص معني بشراء المواد الغذائية، بطريقة حفظها، بطريقة إعدادها، منأكد عليها كيف دائما ضروري لما تشتري الأطعمة تنتبه على تاريخ إنتاجها، على شكل العبوة إنها منتفخة مش منتفخة، لأنه بالصيف بتزيد هاي المشاكل. لما تشتري بعض المواد مباشرة، خاصة المواد اللي بتكون باردة أو مثلجة، مباشرة يتم حفظها بالطريقة الصحيحة، ما أستنى عليها شوي، ما أخليها حتى بالسيارة، يعني آخر شيء تجيبي المنتجات اللي فيها المبردة أو المثلجة آخر شيء يكون في التسوق، وأول شيء مباشرة أول ما أدخل المنزل، ما أروح له أي مكان آخر أتسوق فيه وأرجع أحكي لا خلاص هي لسه باردة عادي أرجع أفرزها. هون أنت خليت للبكتيريا والبعض الفطريات مجال إنها ترجع تنمو وتتكاثر، وبالتالي تسبب لي النزلات المعوية والأمراض. أشتري على قدر حاجتي، فأنا لازم أدقق في أني ما أشتري زيادة لأنها ممكن تصير لها انتهاء الصلاحية وأنا مو منتبهة. ضروري غسل الإيدين أثناء الإعداد، الحرص على النظافة العامة، زي ما حكينا الأطعمة لما أطبخها بدرجة حرارة المناسبة، الطعام اللي نص مطبوخ أو نص نية نص، يعني هذا اللي نص نص أتجنبه خاصة في فترة الصيف، لأنه مجرد أنت ما عملتي هاي الحركة وتركتيه بس لو شوي، أنت خليتي برضه يتعرض للحرارة، يتعرض لنمو بكتيريا زيادة، وبالتالي حدوث المضاعفات الأخرى. ضروري أن أنهيت من إعداد الطعام أحفظه مباشرة، يعني يتناول الطعام بشكل مباشر، خلصنا من تناول الطعام مباشرة أحطه في المبردات. إحنا مش زي فصل الشتاء لو خليته ساعة برا زيادة عبين ما يجي مثلا ابني ولا عبين ما يجي حدا ثاني أني أخليه بيستحمل، لا هو أنت بتشوفيه أنه مستحمل لكن بيصير فيه بعض نمو للبكتيريا، ممكن لأي سبب بسيط لا قدر الله يتحول هذا لتسمم غذائي عند الشخص اللي راح يتناوله. صحيح. الحين بما أن الأمهات يسافرون مع عيالهم،
كيف خلينا نقول كيف نحدد قائمة طعام محددة للأطفال في السفر عشان يعني ياخذون كفايتهم من الأكل وفي نفس الوقت ما يخربطون وايد يعني في الأكل، فكيف ممكن طبعا نسوي هالشيء؟ هسه زي ما حضرتك تفضلتي، فصل الصيف، فصل المرح، فصل اللعب، السفر، الاطفال رايحين جايين. في كثير اطفال بالصيف بيضعفوا من كثر ما بيحركوا وبيتحركوا وبيروحوا، بنفس الوقت اكلهم بيقل فشهيتهم بتقل. هذا انا ضروري كأم انتبه على امور مهمه جدا، سواء هسه اثناء السفر وحتى لو انا لساتني موجوده هون، اللي هي شرب المي والسوائل. اكون حريصه جدا على انتبه ما يتعرض طفلي فجاه بشكل مفاجئ للجفاف. الجفاف حيخلي عنده تعب، حيخلي عنده وهن، حيخلي عرضه للالتهابات، غير صحيح. عن الامراض المعويه والاخراج. فانا انتبه على مساله المي حتى اثناء السفر. انتبه على نوعيه البروتين اللي بتناولها طفلي، يكون بروتين عالي، بروتين جيد وقيمه غذائيه عاليه، حتى انه يعطيه طاقه، يضل معطيه نشاط، يحافظ له على العضلات والقوه البدنيه والصحيه. في اثناء السفر، سواء كان سفر بالبر سواء كان سفر بالطياره، الاطفال شوي بملوا، ما بيحبوا يضلوا قاعدين جالسين فترات طويله من غير ما يعملوا اي شيء. فأنا لما أجي بدي أشغلهم، لو بدي أشغلهم في بعض الأطعمة، تكون أطعمة أو نسميها يعني الوجبات الخفيفة، السناكات الصحية، أخليهم يأخذوا بعض المكسرات، يأخذوا بعض الفواكه المجففة. هاي الأشياء في أثناء رحلة السفر نفسها بتكون كثير مفيدة إلهم ومسلية، وبنفس الوقت تعطيهم شعور بالشبع. حتى لو وصلت للمكان اللي أنا بدي أسافر عليه، خاصة اللي بده يروح يسافر سياحة، أحيانا بتحتار شو نوعية الأطعمة اللي بدك تناوليها تعطيها صحيح. للأطفال. حطي في بالك مثلا الاشياء اللي ممكن تعطيهم اياها بدون ما انت تكوني خايفه من انه يصير عنده تسمم، بدون ما تكوني خايفه يكون عنده مثلا نقص في الشهيه، اشياء وبنفس الوقت يحافظ على نشاطه، واطعمه صحيه من ضمنها زي ما حكينا، تعطيه مثلا المكسرات، تعطيه الخضار الصغير المقطعه بشكل صغير، هاي بتسلى فيها الطفل، البسكوتات اللي ما فيها لا ملح زياده ولا سكر زياده، حتى لو انت ما قدرتي تحضريها ترى موجوده بعضها في الاسواق، وبكون مكتوب عليها بدون اضاءه، مواد حافظه، بدون اضافات ملح. يعني احرص على انك تقراي ايش موجود على هذه البطاقات. لو كنت مثلا في الصيف وموجوده في مكان انت بتقدري تحضري فيه بعض الوجبات، حتى الايس كريم حاولي اللي هي البوظه قدر المستطاع انت حضريها في البيت، ترى حتى وهو يشاركك الطفل بيستمتع فيها وبياكلها. احنا البوظه اللي بنشتريها اغلبها سكر، الملونات، مواد حافظه، هاي الجاهزه. انا بدي احافظ على هالطفل، ترى انا ببنيه بشكل صحي قدر المستطاع، وهو زي ما بتحكي احنا بنمون عليه وهو صغير، مش لما يكبر بصير يشتري اللي بده اياه. فانت بدك تبني الشخص الصح بمعتقدات صحيحه عشان لما يكبر يكون انسان قوي. ما تزرعه اليوم تحصده بكره، فانت خليه مناعته قويه، خلي جهازه العصبي قوي، خلي عنده مصدر كالسيوم بشكل جيد في عظامه. بحضرها بشكل جدا بسيط، يعني لو جابت الام بعض الفواكه الموسميه اللي هلا موجوده وحطتها مع زبادي، مع عسل بدل السكر، عسل يكون طبيعي، وحفظت له اياها بالثلاجه، بتكون اخذت اكثر من فائده، اكثر اخذت من الروب او من الزبادي، اخذت البكتيريا النافعه، اخذت من الفواكه الفيتامينات والمعادن اللازمه، حضرتها بالبيت، ما فيها مواد حافظه، ما فيها سكريات. يعني العسل برضه فيه له بعض الفوائد، لما احط انا كميه عسل بسيطه فانا حصلت كل الفوائد، واكلها ابني أخذت الفائدة من غير ما أخذ الأضرار الجانبية الأخرى، وتسلى وأخذ الإشي اللي أغلب الأطفال بيرغبوه وحتى الكبار في موسم الصيف. أعطيه عصير محضر في البيت، أحاول إذا في زي ما حكينا المكان مؤهل في السفر، أو حتى لو قضيت الصيف في البلاد هون، أعطيه عصير طازج بس يتناوله بشكل مباشر أحسن، حتى تحافظي على قيمته الغذائية قدر المستطاع، وما يفقد القيمة الغذائية، خاصة الفيتامينات، تحديدا فيتامين سي إذا طول أو إذا ظل فترة أطول حتى لو كان في الثلاجة. عصرتي أعطيه بشكل مباشر منها، برضو بحافظ على السوائل اللي لازم يتناولها. أحاول قدر المستطاع أخليه يتجنب الغازات قدر المستطاع. إحنا مش قدر المستطاع، أنا بالنسبة لي بحكي لازم يتجنب الطفل الغازات. صحيح. لازم، انت مخربي اسنانه، الام اللي عندك، المشاكل المعويه بعدين، سعرات حراريه زايده ما الها داعي. قدر المستطاع نبعد اولادنا عن المشروبات الغازيه.
زي ما حكينا طعامه يكون صحي، فيه خضار، فيه فواكه. هلا الفواكه كلها فواكه ملونه، فعلا هذا اكثر موسم بتقدر تحطي فيه طبق ملون فيه للطفل من فواكه. الاحمر موجود، اللي عندنا الكرز، عندنا المشمش، عندنا الدراق، عندنا الخوخ، البرقوق، كليات هالاشياء هذه بتلون لك الطبق بشكل فعلا صحي ومغري للاطفال. والام هي قدوه طفلها، اذا الطفل شاف الام بتاكل وهي مستمتعه بهاي الفواكه فعلا بصير يغار ويحب يقلدها، فبصير يتناول هاي الوجبات. هاي وجبات سواء بالسفر سواء كنا مقيمين في المنزل، جدا جيده، مصدر فيتامينات، مرطبه للجسم، صحيه. فانت اخذتي اكثر من زي ما تحكي صدنا اكثر من عصفور في هالطبق هذا. قدر المستطاع نخلي اطفالنا يتناولوه، زي ما حكينا ان ننتبه عليهم على شرب المي، امتى ما راحوا امتى ما رجعوا، كيف يشربوا المي بشكل متواصل. اعطيهم في قاعده بيسموها قاعده 2 إلى 3 ساعات، خاصه الناس اللي بتسافر مسافات طويله. 2 إلى 3 ساعات يعني اني كل ساعتين اعطيه شغله ياكلها، بدل ما هو يوصل لمرحله الجوع ويروح يتناول مثلا شيء غير صحي نهائيا. صحيح. أنت 2 إلى 3 ساعات تعطيه سناكات خفيفة، وجبات خفيفة، زي ما حكينا مرة مكسرات، مرة بتعطي رب مع زبادي، مرة بتعطي مثلا إذا أنت محضرة بعض الفطائر في البيت وعارفة كيف محضرة بطريقة صحية وجيدة. وزي ما حكينا إذا بدك تسافري في السيارة بدك تكوني عندك البوكس المبرد، يعني تحفظيها بالشكل الصحيح. صحيح. إذا بتسافري في الطيارة فسهل أنك تطلبيها من المضيفين والناس الموجودين معك. فهيك انت قاعدة 2 إلى 3 ساعات بتخلي طفلك ما يجوع، بتخليه باستمرار متسلي، بياخذ اشياء صحيه، بياخذ اشياء فيها فوائد، وبنفس الوقت بتخليه يتجنب مرحله الجوع اللي، لانه الانسان لما بيجوع بيلتهم اي، بتناول اي شيء موجود امامه، لا بيفكر صحي ولا غير صحي. صحيح. انا ما بدي اياه يوصل لمرحله الجوع الطفل. صحيح. في نصيحة أخيرة حابة توجهينها أستاذة سؤال للأمهات اليوم اللي يمكن اليوم بيسافرون أو يعني مسافرين نحن نجري فالكم من يوم، عشان يسهل عليهم خلينا نقول تغذية أطفالهم خلال السفر. نعم، هسا إحنا زي ما حكينا بما أنه أنت مستعدة للسفر وعندك استعداد للسفر، دائما ما في إشي اسمه مستحيل. إذا أنا حطيت في بالي أني أنا بدي أمشي على نظام صحي، حتى في السفر أنا بمشي على نظام صحي. أنا ما بحرم حالي، دائما نحكي ما بنحرم حالنا من شيء ولا بنحرم أطفالنا، لكن ناخذ بعين الاعتبار أني أنا ما بدي هذا السفر يترتب عليه بعدين لا قدر الله إذا ابني تناول إشي من الأشياء اللي بتكون معرضة في الشارع، إذا تناول من مطعم غير معروف، أو إذا أخذ شيء هذا اللي نص مطبوخ أنا ما بعرف كيف بكون مجهز من قبل، أو كيف كانت طريقة حفظه من قبل. ما بدي هذا السفرة تنقلب علي وأنا رايحة جاي على المستشفيات، أو ابني منغوص وحالته حاله ومحشورة بالفندق أو في المكان اللي أنا رايحته. فعشان هيك أنا بحط في بالي من الأساس أنا بأخذ أشياء صحية، أنا بتناول إشي صحي بستمتع في الموجود، بس لكن دائما دائما أحط في بالي أعرف الأماكن اللي بدي أتناول منها، ونوعية الأكل اللي أنا بدي أخذها تتناسب معي، تتناسب مع أطفالي، وما تسبب لي بعدين تعب ومشاكل. ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة سهى نوفل مداخلتك معنا اليوم، وسهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بتبين مداخلتك معنا اليوم بخصوص الأطعمة الصحية للأطفال أثناء السفر. نتمنى لجميع الأطفال والأمهات والأبهات سفر جميل إن شاء الله وآمن، وأهم شيء يروحون يردون بالصحة وسعادة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نتمنى السلام للجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذة سهى مداخلتك معنا اليوم، نهارك سعيد. مثل ما قالت أستاذة سهى، ترى طعام الأطفال في السفر مو شيء صعب جدا، يعني إذا إحنا قدرنا ننظم الوجبات نحدد من قبل. وأنا دائما أشجع يعني لما نسافر مع عيالنا ضروري جدا حتى نسوي بحث في المنطقة اللي بنكون إحنا ساكنين فيها، شو المطاعم الموجودة، شو محلات السوبر ماركت الموجودة حوالينا. إذا طفلي خلينا نقول صعب شوي في الأكل، وايد عنده شروط في الأكل، واحتمال كبير لو رحنا مكان أو قعدنا في الفندق ما رح يتناول معظم الأكلات. أنا شجع الأمهات خذوا معاكم جزء من الأكل اللي عيالكم يحبونه في السفر، بشرط أنكم تحفظون الأكل بطريقة سليمة عشان لا يخترب لما توصلون هناك. لكن مهم جدا أنتوا يعني، أنا ما أتوقع حين أي بلد سرنا ما بنحصل ما شاء الله إيش كثر مطاعم، مقاهي، محلات سوبر ماركت حوالينا. نسوي هذا جزء من البحث. إحنا دائما لما نبحث والله فندق قريب السوق،
لكن خصوصا المسافر كعائله يجب ان نفكر حتى في المطاعم والخدمات اللي موجوده حوالينا. مثلا دائما نسوي بحث عن فنادق، اشوف هناك مطاعم متعدده تقدم مختلف المطابخ العالمي مثل ما يقولون. مثلا ممكن عيالي مثلا ما ياكلون المطبخ مثلا الاسيوي، مثلا ما ياكلونه، يبون مثلا ايطالي، يبون بيتزا، يبون مطعم يقدم وجبات عربيه. فلازم هذا يكون جزء من البحث مالنا لما نختار المناطق اللي بنسكن فيها واحنا مسافرين، عشان ما نتلعوز. يعني الطفل لما ياكل يستوي شويه متعب، يعني يتم يصيح، يتم يحن، وما تعرف الام كيف السكته، عشان ما تضطرين تسكتينه باكل غير صحي، بشيبس وكاكاو، المهم انه يسكت ويشبع. عشان يعني تستمتعين بالسفره، حطوا ببالكم سووا قائمه بسيطه بالمطاعم اللي ولدك ممكن هو ياكل فيها، وجبات اللي هو ممكن ياكل فيها، عشان ما نطلع مثل ما نقول في السفر. راح نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل مثل ما قلنا بيكون عندنا فقره عن فوز صحة دبي في راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. بتكون عندنا معانا الأستاذة فاطمة الخاجة، مديرة إدارة سعادة المتعاملين وقائد الابتكار في هيئة الصحة دبي. وإذا عندكم أي سؤال تواصلوا معنا على 600551414، والرسائل النصية على 4006. فاصل ونواصل. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414، والرسائل النصية على 4006. قبل أن نأخذ فقرتنا عندنا مداخلة من سعيد. سعيد صباح الخير. خير النور، السلام عليكم جميعا وعلى مستمعيكم. عليكم السلام، هلا أخوي سعيد، تفضل. دام فضلك. الله يسلم دكتورة، تكلمون عن التغذية. هل الطحال والكبد والمعدة يعني دور في الشهية، وهل يمكن يعني هل ضروري تنظيف هذه الأجزاء وكل كم فترة، وما هي المنظفات إذا في يعني إذا كان يعني ضروري تنظيف لإعادة مثلا حركتها أو هيك؟ ان شاء الله اخوي سعيد، ما يهمك اخوي سعيد، سؤالك مهم ان شاء الله بجاوب لك على السؤال. الله يسلمك. الله يخليك. سؤال اخ سعيد، ممكن هالسؤال يعني وايد يتكرر، حتى مو بس عندنا في العيادات، حتى على وسائل التواصل، كيف اقدر انظف القولون، كيف اقدر انظف الكبد، كيف. مهم جدا نعرف ان جسمنا مصمم بطريقة طبيعية انه يتخلص من جميع الفضلات وينظف عمره بطريقة سليمة وطريقة جيدة، وما يحتاج اي تدخل منه. لا نحتاج ننظف الكبد ولا ننظف الكلية ولا ننظف الغدد الصماء ولا شيء، الجسم يساعد نفسه بنفسه. لكن هناك اشياء مثل ما نقول احنا نسويها دائما ننصح فيها، مثلا دائما تلاقون يقولون يطلبون مثلا الاطباء يقولك اشرب اول الصبح جلاس ماي دافي، دافي يعني من حرارة الصنبور، يعني ما يكون حار، يساعد ان الكلى تصرف الترسبات المتجمعة خلال الليل. مثلا احرص على تناول عصير رمان، يعني يساعد الكلى على تصريف السموم المتراكمة فيها. لا تكثر، لا تاكل دهون، كميات وجبات ثقيله وفيها وايد دهون، لان تتعب الماده الصفراء عندك في الجسم. فهناك بعض النصائح العاديه حنعطيها، لكن هل نحن ننصح باجراء معين او اغذيه معينه عشان التنظيف؟ لا، انا حسب علمي ان الجسم يقوم بهذه العمليه بنفسه. وطبعا اي اكل نحن نتناوله ياثر على كل اعضاء جسمنا، يعني تناولنا أطعمة مالحة تأثر في ضغط الدم، فتأثر على عمل الكلى، تأثر على عمل الكبد، تناولنا أطعمة دهنية تسوي ضغط على الكبد، تناولنا الكثير من الأدوية، لما ناخذ أدوية من غير استشارة الطبيب، ترى عملية التعامل مع الأدوية تتم عن طريق الكبد، فيسوي ضغط على الكبد قد يؤدي إلى قصور في عمل الكبد. فمثل ما دائما نقول الاعتدال في كل شيء زين، لكن أنا أنصح دائما ما نسوي أي مثلا نشرب أي عشبة شاي، يعني نسوي نظام معين القصد منه تنظيف الجسم من غير الرجوع لأخصائي التغذية. لازم تراجع أخصائي التغذية وتقول مثلا أنا باسي مثلا هذا يسمونه ديتوكس على قولتهم، أنا والله بنظف جسمي أريح جسمي. والديتوكس ترى الغرض منه الأساسي يا جماعة نريح الجهاز الهضمي، وترى شهر رمضان للمسلمين ديتوكس، بس احنا الله يهدانا نخرب الديتوكس حصة الفطور، يعني هذا ديتوكس طول اليوم ما ناكل شيء، جسمنا يرتاح، جهازنا الهضمي يتجدد، ما في افراز للانزيمات الهضم، ونيع الفطور نخربها.
ما نخلي لا سمبوسة لا هريس لا ثريد لا باكورة ونضرب العصائر اللي فيها شكر، خربنا كل الديتوكس اللي كان طول اليوم. أفضل طريقة لتخليص الجسم من السموم هي الصيام. الصيام نصوم، احنا كمسلمين عندنا اثنين وخميس ممكن نصوم، منها تاخذ أجر ومنها تحسن صحتك. وأهم شيء عند الفطور نبتدي بأكل خفيف، شوربة، تمر، سلطة، عشان الجسم ياخذ كل المواد الغذائية المفيدة من معادن من أملاح وغيرها ويجدد نفسه. بعد هذا بعد ساعتين مثل ما تذكرون في رمضان دائما أخصائي التغذية شو كانت تقول؟ بعد بساعتين تاخذ وجبة معتدلة. تبون ديتوكس؟ عليكم بالصيام، أفضل طريقة لتخليص الجسم من السموم. يريح لك الكبد أصلا، أن العصارة الصفراء تفرز من نسيت شو اسمها بالعربي، الغدة الصفراء هذه، فلما ما تاكل هالغدة ترتاح، الكبد يرتاح، كل جسمك يرتاح بشكل عام. فعلينا بالصيام إذا حابين احنا ننظف أجسامنا من السموم، لكن أريد أقول ما ناخذ أي علاج أي مشروبات، لأنه للأسف بعضها تكون غير مدروسة تؤدي تكرمون إلى إسهال شديد، قيء شديد، تؤدي إلى فقدان الأملاح، وممكن لا سمح الله يسوي هبوط في الدورة الدموية. أنا طولت على ضيفتي، مثل ما كنت أقول لكم قبل الفاصل، فازت هيئة الصحة بدبي براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بوصفها صاحبة أفضل مبادرة حكومية ضمن البرنامج، وذلك عن مبادرة درع دبي الصحي. وقد جاء الفوز المرة الأولى منذ أن بدأ التنافس على الراية بين الدوائر الحكومية في دبي، ويمثل هذا الإنجاز خطوة محفزة مهمة إلى الأمام، وإلى إن شاء الله يكون بداية لإنجازات أخرى للهيئة التي أوجدت من خلال هذا الدرع منظومة ناجحة هي الأحدث عالميا في مجال الحماية والوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية والأوبئة. حول هذا الموضوع وتفاصيل مبادرة درع دبي الصحي وتفاصيل الفوز، يسعدنا تكون معنا في حلقة اليوم الأستاذة فاطمة الخاجة، مديرة إدارة سعادة المتعاملين، قائد الابتكار في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة فاطمة. يا صباح النور والسرور، حيا الله. حياك الله بصحة وسعادة. الله يسلمك يا رب العالمين. طبعا أستاذة فاطمة، نبتدي أول شيء نبارك لكم الفوز برايد برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وأكيد أول شيء نعطي للمستمعين نبذة ما هو درع دبي الصحي، أو حتى مبادرة عن ما هي راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، شو أهميتها، وندخل على درع دبي الصحي. أول شيء طبعا الله يبارك في حياتي شخصي، مثل ما تفضلتي مبادرة درع دبي الصحي هي مبادرة فازت بأفضل مبادرة حكومية للخدمات الحكومية في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. هي تبدأ عندنا أجندة رقم واحد، برنامج ينفذه مركز نموذج دبي التابع للمجلس التنفيذي بشكل سنوي، تتنافس كل الدوائر الحكومية، يتم اختيار خدمة، تختار كل جهة خدمة تبى أنها تطورها. فعندنا في هيئة الصحة تم اختيار خدمة الأمراض المعدية، بعدها يتم يعني كل الجهات الحكومية تشارك ويتم الترشح للمبادرات. طبعا هيئة الصحة كان لها اللهم لك الحمد يعني نصيب في أنها ترشحت مبادرتها ضمن التسع مبادرات على مستوى الإمارة، وبعدها يكون التنافس على راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، واللي اللهم لك الحمد نفتخر بفوزنا وحصولنا على راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. هذا بشكل عام شو هي راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. إذا بنتكلم عن المبادرة اللي شاركت فيها الهيئة وفخورين بمشاركتنا وفوزنا فيها، طبعا هي مبادرة درع دبي الصحي. مثل ما قلت احنا في اختيارنا للمبادرة كنا نتكلم عن تطوير الخدمات الأمراض المعدية، فمبادرة دبي درع دبي الصحي هي منظومة متكاملة وشاملة للحماية والوقاية من الأمراض المعدية في إمارة دبي. هدفها الأول هو توفير أفضل سبل الحماية والوقاية من الأمراض المعدية والأمراض الوبائية لسكان إمارة دبي، سواء المواطنين المقيمين وحتى الزائرين لها يعني. وطبعا حقق فيها أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع. ممتاز. أستاذة فاطمة، كيف تم اختيار هذه المبادرة للدخول في المنافسة القوية اللي ما شاء الله يعني راية برنامج حمدان ما شاء الله منافسة جدا جدا قوية، فيها وايد مبادرة قوية، كيف اخترتوا هذه المبادرة عشان تدخلوا في هذه المنافسة؟ أكيد
احنا طبعا مثل ما قلت لك احنا مع مركز نموذج دبي عندنا اداه لتحديد اولويات المشاركه في المبادرات. يعني عندنا مصفوفه تحديد الاولويات تركز بشكل اساسي على 3 عوامل رئيسيه: مدى تاثير المبادره على سعاده المتعاملين، مدى تحقيقها لتوقعات واحتياجات المتعاملين، بالاضافه الى مدى تحقيق المبادره لمبادئ الربط والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص باستخدام التكنولوجيا والابتكار في تنفيذ هذه المبادرات. فطبعا من خلال تطبيقنا لاداه تحديد الاولويات تم اختيار مبادره درع دبي الصحي من بين طبعا عده مبادرات تنفذها الهيئه. هذا طبعا بالاضافه حق ثقتنا بالنتائج المرجوه من هذه المبادره في بدايه اختيارنا للمبادرات. ممتاز. طبعا مبادرة ضخمة نفس هذه نبغى نعرف شو هي الجهود التي بذلت في الهيئة بشكل عام والتعاون بين القطاعات والإدارات المختصة بالراية عشان وصلت هذه المبادرة إلى الفوز. طبعا إذا بنتكلم عن الجهود نقدر نقول إن نحن عندنا الإدارة العليا في الهيئة ولها أكبر الأثر في نجاح هاي المبادرة. ليش؟ من خلال دعمهم المستمر، التركيز والمتابعة المستمرة لهم لكافة مراحل ومتطلبات هاي المبادرة. يعني من بداية اختيارنا للمبادرة لين اللهم لك الحمد تسليمنا للنتائج وترشحنا وفوزنا اللهم لك الحمد. وأنا بصفتي طبعا قائد الابتكار على مستوى الهيئة شكلنا فريق متخصص بمتابعة كل الإنجازات وتحليل النتائج ورفع التقارير الدورية لفريق الابتكار بحيث أن نسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل كامل لله الحمد. والتنسيق والتعاون طبعا تم بين كل الأطراف المعنية سواء في الهيئة أو حتى خارج الهيئة. وأنا دائما أقول أنه بيكون وايد صعب علينا نحصر من هي الإدارات أو القطاعات أو حتى الجهات اللي شاركت ويانا، فعشان ما ننسى حد فنحن نقول أن كافة القطاعات والإدارات في الهيئة بالإضافة لشركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي كان لهم دور كبير في هاي الجهود اللي بذلت وأدت اللهم لك الحمد لفوز الهيئة بالراية. ممتاز. نعرج على السريع على الجنود المجهولين اللي يقفون خلف ستار وراء هذا الفوز الكبير، وخلينا نقول من متى أنتوا قاعدين تجهزون عشان تدخل المبادرة في رائد حمدان؟ هي الراية بدينا نجهز لها من نهاية تقريبا 2020 ربع الأخير من 2020. ممتاز. إذا نتكلم عن الجنود المجهولين يعني في المبادرة طبعا هم أكثر، نبدأ بالطاقم الطبي، الطاقم الفني، موظفي مركز الاتصال، موظفي الدعم التقني والإداري اللي كلهم ساهموا ليل ونهار في جعل هالمجتمع اللهم لك الحمد أكثر أمنا ومعافى. بس يوم احنا نقول مجهولين هم ممكن يكونون مجهولين يعني أمام منصات التتويج والمتعاملين، إلا أن عملهم وجهودهم وإخلاصهم جعلتهم أنهم يكونون معلومين للكل. والدليل اللهم لك الحمد الراي اللي تشرف بها الجميع وهم دائما محل تقدير من القياده سواء على مستوى الاماره او حتى على مستوى الاداره العليا عندنا في الهيئه. ومن منصتكم يعني اذا بتسمحين لي طبعا اوجه لهم رساله شكر وامتنان وتقدير على هاي الجهود المخلصه اللي يبذلونها في تحقيق والارتقاء بالخدمات سواء في الهيئه ومساعده المتعاملين. ممتاز. في كلمة أخيرة حابة توجهينها أستاذة فاطمة لكل حد من يسمعنا وأكيد الفريق اللي اشتغل معك. الله يسلمك يا رب. طبعا يعني أنا أبغى أقول أن هالفوز هو جزء من منظومة تميز تحرص دائما الهيئة على تبنيها، وإن شاء الله إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ونحقق نجاحات أكثر. وأكرر شكري لكل من ساهم في هاي المبادرة سواء في تطبيق المبادرة ونجاحها، ومن ثم اللهم لك الحمد فوزنا بالراية. وشكرا لكل من يساهم في جعل دبي أكثر صحة وسعادة. شكرا لك أستاذة فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين وقائد فريق الابتكار في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص فوز هيئة الصحة بدبي برايد برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. شكرا لك ونهارك سعيد. طبعا ان نبارك للهيئة مرة ثانية فوزها بهذه الراية. اذا ما خلنا نظن هذا راية حتى يحطون راية فعلا يعني علم ينحط عند في الهيئة او في الجهة الفائزة. فالف مبروك. هالجهود ضخمة مثل ما قالت من 2020 قاعدين يشتغلون على هذا الموضوع.
طبعا اكيد جهود جبارة تصب في هذه المبادرة إلى أن توصل إلى أنها فازت في راية حمدان بن محمد. قبل أن نختم البرنامج راح أمر على السريع على دراسة جميلة شفتها قريتها اليوم في البيان الصحي، تمشي تتماشى مع خلينا نقول موضوع الحلقة. تكلمنا عن طعام الأطفال في السفر، اللي هو لماذا يجب شرب الكثير من الماء قبل الرحلات الجوية، قبل مش أثناء. حل أثناء كلنا نعرف، وبعرج عليه إن شاء الله بعد ما أقرأ الخبر. أوصى الدكتور سيرجي فولغا كبير أطباء الوحدة الطبية في مطار شيريميتوف الدولي بموسكو بعدم تناول القهوة قبل الرحلة الجوية. كيف يا دكتور الله يهداك، ترى احنا نصور لازم نصور الكوب اللي عليه الطيارة بس بنصور تشربون. أشار فولغا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلا أنه قبل الرحلة الجوية من الأفضل عدم تناول الكحول والماء والإكثار من شرب الماء. ويقول ليست هناك استعدادات خاصة للرحلة الجوية، ومع ذلك نوصي دائما بضرورة النوم قبل الرحلة والتخلي عن تناول المشروبات الكحولية وكمية كبيرة من القهوة والتقليل أو التخلي عن تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، وبدل منها ننصح بالإكثار من شرب الماء قبل وخلال الرحلة لمنع جفاف الجسم الذي يحدث أثناء الرحلة. ويضيف على الأشخاص الذي لديهم ميل للدواني طبعا ارتداء جوارب ضاغطة أثناء الرحلة للوقاية من تفاقم الحالة المرضية. طبعا ليش كان يقول عن القهوة؟ لأن طبعا القهوة تكرمون مدرة للبول، بالتالي نحن نفقد كثير من السوائل لو شربنا كمية كبيرة من القهوة قبل ما نروح على الطائرة. وغير شيء احنا دائما نسمع لازم تشربون وايد ماء على الطيارة، لازم تشربون وايد ماء على الطيارة، بسبب ان هواء الطيارة جاف جدا ياخذ الرطوبة من الجلد ومن البشرة. حتى تشوفون دائما في السوشيال ميديا تشوفون البنات يحطون ماسكات على الطياره، تقول لك ارطب بشرتي في الطياره وتمسح مكياج وتحط ماسك، لان هواء الطياره جدا جاف. هذا الهواء الجاف شو يسوي؟ كل ما يجي على الجلد يشيل الرطوبه من الجلد، فالجلد يسحب الرطوبه من الجسم، السوائل من الجسم، عشان يحافظ على رطوبته عشان ما تكون بشرتنا جافه. عشان شي لازم نعوض الجفاف اللي يصيب بشرتنا وجلدنا بان احنا نشرب كميه كافيه من الماء أثناء وجودنا في الطائرة. وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة. كان هذا محدثتكم دكتورة ندى الملة، وكان معي في الإخراج ناصر السعدي، وكانت معي في التنسيق ميرا الغفلي. إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الإذاعية هذه، ونقول لكم إن شاء الله إلى أن ألتقيكم المرة القادمة دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.